السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ طبعا احنا اشتغلنا مع بعض في ال5 اسابيع اللي فاتوا 10 محاضرات في مقرر الكوميونيكيشن سيري او الكوميونيكيشن سيستم بيزكس او الوايرلس كوميونيكيشنز. يعني المفروض ان شاء الله نشتغل مع بعض الاسبوع ده المحاضرة رقم 11 والمحاضرة رقم 12. ده الاسبوع السادس، فيمكن لما تنزل لكم على اليوتيوب يبقى اسمها المحاضرة 11 والمحاضرة 12، لكن نزولها على المودل ممكن تكون باسم lecture 6 بارت 1 و6 بارت 2، باعتبار ان هو وحدة التعليم الالكتروني بتسمي باسم الاسبوع اللي احنا فيه. استكمالا للي فات، احنا كنا بدأنا في الاسبوع الخامس اللي هي اخر محاضرتين، اتكلمنا عن معادلة مهمة جدا بتهم الجماعة بتوع الاتصالات، وازاي نقدر نعمل enhancement للمعادلة دي. المعادلة دي بتقول ان سي تساوي بيتا لوج للاساس 2 واحد زائد السيجنال تو نويز ريشيو، تمام كده. وكان المهم عندنا كناس بتهتم بمجال او بعلم الاتصالات ان احنا ازاي نكبر او نزود السي دي اللي هي بالنسبة لي الماكسيموم داتا ريت اللي انا ممكن احصل عليها. واتفقنا مع بعض ان سي دي الوحدة بتاعتها بت بير سكند، فحاولنا ندور على مجموعة من التقنيات. رقم واحد، تزود السيجنال تو نويز ريشيو علشان تحسن الأداء بتاع الشبكة. تاني حاجة، تزود الداتا ريت، مع العلم ان واضح ان المعادلة بتاعتنا هي معادلة تقريبا محدودة، يعني ما فيهاش حاجة ممكن تزودها قوي، لان زي ما اتفقنا رقم واحد السيجنال تو نويز ريشيو هي عبارة عن ريسيفد سيجنال باور على نويز باور. الريسيفد سيجنال باور دي هي بي ار، وبالتالي بي ار عند اي ديستانس جيفن هي عبارة عن بي تي بلس جي تي بلس جي ار ناقص ال بلس كي بلس 10 جاما لوج دي نوت على دي. ده طبعا لو انا بتكلم على السمبليفايد باس لوس موديل. برضو ممكن نقول ان الباور دي بتتحسب بطريقة تانية، زي ما قلنا لو انا شغال فري سبيس موديل يبقى هقول ان هي عبارة عن بي تي زائد جي تي زائد جي ار ناقص ال زائد، وبنقول هنا 10 لوج 4 باي دي نوت على لندا، 4 باي دي نوت على لندا، ويبقى ده بالسالب. او نقدر نقول لندا على 4 باي دي نوت، او لندا على 4 باي دي، بس في الحالة دي ان يبقى ال ودي تبقى موجب. وطبعا المفروض ان في هنا تربيع، فيا اما نكتبها كده او نقول انها بي تي بلس جي تي بلس جي ار ماينس ال زائد 20 لوج لندا على 4 باي دي. ده طبعا اللي احنا سميناه الفري سبيس موديل. يبقى على حسب المسألة أو الحسابات بتاعتي هشتغل سمبليفايد ولا في سبيس. اتفقنا إن عمليا أفضل نشتغل بالسمبليفايد، لأن السمبليفايد موديل رقم واحد حضرتك بتقدر تمينيمايز المين سكوير ايرور ما بينه وما بين الامبريكال ميجرمنتس عن طريق إن أنت تحسب جاما أوبتيمم، وعملناها في المحاضرات السابقة، وبالتالي هو الموديل الأقرب ليا، زائد كمان إن أنا بقدر أضيف عليه تأثير الشادوينج فبيبقى أقرب للواقع بشكل افضل شويه من الفري سبيس موديل. طيب دي طريقه حساب السيجنال، وبالتالي بقت السيجنال بتاعتي هي فانكشن في شويه حاجات، ديستانس جين لوس فريكوانسي وهكذا. الحاجات دي معظمها هي اصلا مش انا المتحكم فيها، وبالتالي مش بسهوله ان انا اقدر ازود او اقلل في السيجنال باور. الحاجه الثانيه النويز باور، برضو كنا قلنا انها تعريفها هي السيرمان نويز اللي هو كي في تي ايكويفالنت في الباندويتس، ثابت بولتزمان 1.38 في 10 اس سالب 23 في درجة الحرارة بتاعة التشانل بالكلفن في الباندويتس المتاح، وبالتالي زيادة السيجنال تو نويز ريشيو هي زيادة مشروطة، لأن حضرتك لو حاولت تزود السيجنال تو نويز ريشيو فأنت مضطر تزود الريسيفد باور، يعني تزود الترانسميتد باور، ودي ليها ماكسيموم زي ما اتفقنا. الحاجة التانية زيادة الداتا ريت عن طريق زيادة الباندويتس، ده بيعمل مشكلة صغيرة ان الباندويتس هنا لما هيزيد هيسبب ان السيجنال تو نويز ريشيو على بعضها تقل، وبالتالي زيادة ده بيقلل في ده.
صحيح المعادلة فيها تأثير السيجنال تو نويز ريشيو جوه اللوج الأساس 2 أقل بكتير من تأثير البيتا بره، وبالتالي زيادة الباندويتس هيسمع في الشانل كاباستي، لكن في مشكلتين. أول مشكلة حضرتك زودت السرعة لكن السيجنال تو نويز ريشيو وقعت، وإحنا عندنا سيجنال تو نويز ريشيو مينيموم لو حضرتك قليت عنها يبقى حضرتك كده بقيت في احتمال الأوتج أو إن المكالمة بتاعتك تقع. طيب الحاجة التانية إن زيادة الباندويتس كوست، يعني حضرتك هتدفع فلوس علشان تزود الباندويتس، وده أصلا كمان الباندويتس وده كمان مش متاح في كل الأنظمة زي ما احنا عارفين. طيب إيه الحل؟ بدأنا نقترح شوية حلول كده مع بعض نراجع عليها سريعا. فاتفقنا مع بعض إن أول حل بالنسبة لنا هو رقم واحد إن احنا نعمل حاجة اسمها Adaptive Modulation and Decoding، أو سميناه لينك ادابتيشن، واتفقنا إن معناه ببساطة إن حضرتك تخلي الموديليشن أوردر بتاعك يقدر يتناسب تناسب طردي مع السيجنال تو نويز ريشيو، علشان ببساطة كل ما حضرتك يبقى عندك سيجنال تو نويز ريشيو أعلى تقدر تزود الموديليشن أوردر بدون ما البيت ايرور ريت يأثر على الداتا، فبالتالي تقدر حضرتك تدي سرعة أعلى. يبقى السرعة هنا مشروطة زي ما قلنا اللي كانوا بيسموها بقى خاصية الاستخدام العادل، وبدأنا نقول إن ال 1 2 3 اللي هنبدأ نعملهم دول كلهم بيعتمدوا على إن السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك عالية عشان أديك سرعة عالية. يبقى لو السيجنال تو نويز ريشيو كبيرة أنا هديك موديليشن أوردر عالي وبالتالي هبعت عدد بيتس أكبر بير سيمبل فالسرعة هتزيد، لكن لو السيجنال تو نويز ريشيو قليلة هضطر أديك موديليشن أوردر منخفض علشان البيت ايرور ريت ما يزيدش قوي وانت معاك سيجنال تو نويز ريشيو ضعيفه، يبقى انا زودت لك السرعه لكن المكالمه وقعت نتيجه للسيجنال تو نويز ريشيو الضعيف. يبقى الادابتيف موديليشن انكودنج ده بيخدم فقط اليوزر اللي هو قريب من البرج. عشان نتفق مع بعض احنا سمينا تو كاتيجوريز من اليوزرز، يوزر سميناه سيل ايج يوزر ويوزر تاني سميناه سيل سنتر يوزر، وعرفنا السيل سنتر يوزر هو يوزر السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته عاليه، والسيل ايج يوزر هو يوزر السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته منخفضه. بمقدار قد ايه هنعرف، لكن هو مؤقتا تعريف ادق من ان انا اقول ان ده على طرف السيل وان ده بداخل السيل. فعلا المفروض ان اللي بداخل السيل بيدي سيجنال تو نويز ريشيو عاليه واللي خارج السيل بيدي سيجنال تو نويز ريشيو منخفضه، لكن زي ما احنا عارفين ان نتيجه للشادونج الكلام ده مش دايما بيكون صح، فخلي التعريف يكون عن طريق السيجنال تو نويز ريشيو، وبالتالي هنا هيدي سي عالية وهنا هيدي سي منخفضة نتيجة للتعريف رقم واحد واثنين وثلاثة واللي هنشتغل عليهم، اللي هم معظمهم لحد المحاضرة رقم 10 كانوا شغالين في حتة ان هو بقدر ازود السرعة فقط لليوزر السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته عالية. المعادلة نتيجة للأدابتيف موديليشن أند كودينج اتحولت لسي تساوي الافشنسي او الديجريديشن فاكتور بتاع الباندويتس في بيتا في لوج للاساس 2 1 زائد ديجريديشن فاكتور الباندويتس اسف السيجنال تو نويز ريشيو مضروبه في السيجنال تو نويز ريشيو نفسها. طيب يبقى احنا عرفنا السيجنال تو نويز ريشيو بتتحسب ازاي، الباندويتس جيفن، الارقام بقى بتاعه الافشنسيز دي موجوده في جدول، الجدول ده على حسب عدد الترانسميتنج انتنا 1 ولا 2 ولا 3 هتلاقي الديجريديشن فاكتور بتاع الباندويتس والديجريديشن فاكتور بتاع السيجنال تو نويز ريشيو بيساوي كام، ودي اوريدي يمكن عملتها لكم او كانت موجوده في ليكشر 9 اللي هي اخدناها الاسبوع اللي فات. طيب برضو سريعا كده علشان نكون يعني فاكرين الأرقام، أنا جبت دلوقتي الجدول اللي هو صفحة 2 في ليكتشر 10 بارت 1 موجود فيه الأرقام دي. فعند 1 أنتنا على سبيل المثال ده كان 4 من 10 وده 91%، هنا رقم 2 38%، وهنا 1.5%، هنا 37% في 3، وهنا 1.11%، وهكذا. الجدول كان موجود فيه لحد 4 أنتنة، والجدول ده طبعا بيكون جيفن في الامتحان او بديك الافشنسيز، او لو مش موجوده خالص حضرتك خلاص بتعتبر انك شغال ثيوريتيكالي بتحطها 100%. طيب يبقى ده التعديل الاول اللي حصل في المعادله نتيجه لللينك ادابتيشن. رجعنا بعد شويه قلنا طيب ما نعمل حاجه تانية برضو تدي فكره خاصيه الاستخدام العادل دي،
ان اليوزر اللي يسمح له السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته انه يشتغل بسرعه عاليه نديها له. فبدانا نعمل حاجه تانية اللي هي عباره عن ايه، حاجه اسمها السورس مانجمنت، او سميناها الريسورس مانجمنت، وعرفنا حاجه اسمها الريسورس بلوك. يا جماعه الريسورس بلوك ده قلنا ان الريسورس بلوك ده تعريفه ار بي، هو بالظبط زيه زي التشانل، بس قبل كده كان التشانل هي عباره عن باندويتس موجود حوالين الكارير بتاعك، يبقى دي تشانل ودي تشانل ودي تشانل، وكان بيبقى فيه بينهم ديجريديشن فاكتور. انما الريسورس بلوك هو حاجه موجوده من اول الفور جي، فكرتها ان لو دي تشانل فدي تشانل فدي تشانل فدي تشانل، فهو الريسورس بلوك هو تشانلز شكلها ممكن يديك ان في تداخل، بس هي الحقيقه شغاله بالتقنيه اللي شرحناها قبل كده اللي اسمها او اف دي ام. وبالتالي وكان التشانل الاولى والثالثه والخامسه كل دي كانها راسيه والباقي افقي، فمش هيحصل اي تداخل في الشيفت 90 درجه، او زي ما بيقولوا في اورثوجوناليتي حاصله، او ان ماكسيمم اي تشانل موجود مع مينيمم التشانل الثاني. فبقى تعريف دلوقتي الحته دي اسمها ريسورس بلوك. فبدانا نقول ان المعادله بقت سي عباره عن الافشنسي بتاعه الباندويتس مضروبه، بدل ما اديك باندويتس بقى واقول لك للشانل باندويتس مثلا زي جي اس ام 200 كيلو يبقى خلاص 200 كيلو ثابته، لا انا عايز اخليك الباندويتس بتاعك يزيد ويقل على حسب السيجنال تو نويز ريشيو. فقلنا ان حضرتك عندك في وحده اسمها ريسورس بلوك، اوميجا ده الباندويتس بتاعها اللي هو تقريبا 180 كيلو هرتز في ال ال تي اي، او اذا اتغير خلاص هيبقى جيفن تمام. والريسورس بلوك ده او ار بي ده معناه عدد الريسورس بلوكس المتاحه. يعني هقول لك والله اليوزر ده يقدر ياخد ريسورس او اتنين او تلاته او اربعه، يبقى ده كده بديل كلمه باندويتس، عدد الريسورسز اللي هيشتغل عليها في باندويتس الريسورس الواحد. كل ده في لوج للاساس 2 1 زائد برضو السيجنال تو نويز ريشيو اللي هي الريسيفد باور، ما تنساش كي تي ايكويفالنت في الباندويتس برضو اللي هو عدد الريسورس بلوكس مضروبه في الباندويتس بتاع كل واحد، وما تنساش ان في هنا افشنسي او ديجريديشن فاكتور للسيجنال تو نويز ريشيو. يبقى النهارده برضو بنفس الطريقه اليوزر اللي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته عاليه اقدر اديله عدد ريسورسز اكبر، فهيسمع هنا ان السيجنال تو نويز ريشيو تقل، بس بما انها عاليه التاثير هيبقى ضعيف والريسورسز الاكتر هتديني سرعه اعلى. انما اليوزر اللي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته قليله او اللي سميناه الايدج يوزر، انا مش هقدر اديله عدد ريسورسز كبير، والا يبقى انا زودت له السرعه لكن في المقابل السيجنال تو نويز ريشيو وقعت وبالتالي ممكن المكالمه تقع. يبقى برضه هنا وقعنا في حته ان برضه خاصيه الاستخدام العادل، العدل هنا مش معناه التساوي زي ما قلنا قبل كده، كل ده ريفيجن. العدل هو معناه ان اليوزر ياخد الداتا ريت اللي تناسب السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته، وزي ما اتفقنا ده نص عدل، لان هي الفكره ببساطه ان انا كسبسكرايبر مش مسؤول عن ان انا بعيد عن البرج او قريب من البرج، المفروض ان انا بدفع نفس الرقم بتاع السبسكرايبر الاخر، فبالتالي بحصل على نفس جوده الخدمه. وده اللي المفروض نبدا نعمله في محاضره النهارده، نشوف ازاي نحسن الاداء بتاع السيل ايدج يوزر علشان يتحول لسيل سنتر يوزر. طيب يبقى عملنا ريسورس مانجمنت، عملنا ادابتيف موديليشن اند كودنج. رقم ثلاثه رحنا عاملين كمان حاجه اسمها المايمو، وقلنا ان المايمو او المالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، ان انت تقدر تبعت من اكتر من انتنه وتستقبل من اكتر من انتنه. عملنا حاجه اسمها اس اي اس او، وده الطبيعي لو ببعت من واحده وبستقبل من واحده. عملنا اس اي ام او، يعني ببعت من واحده وبستقبل باثنين. عملنا ام اي اس او، بعتنا من اثنين وبستقبل بواحده. عملنا ام اي ام او، بعتنا باثنين واستقبلنا باثنين. عملنا مثال لام اي ام او، بعتنا باثنين واستقبلنا باربعه، وينفع نعمل كمان اربعه في اربعه. وزي ما اتفقنا دي اقصى حاجه قدرنا نوصل لها علشان قصه عدد الانتنز المتاحه. طيب طيب عملنا ايه بقى؟ اس اي اس او ده اللي هو المعادله الطبيعيه بتاعتنا اللي هي سي تساوي عدد الريسورسز في الباندويتس بتاع الريسورس. بالمناسبه للتاكيد برضو ان عدد الريسورسز المتاحه ماكسيموم 50 ريسورس بلوك كده في ال تي اي، لو توتال باندويتس 10 ميجا هرتز، بيتغير طبعا على حسب السيستم. طيب الافشنسي بتاعه الباندويتس مضروبه في لوج للاساس 2 1 زائد افشنسي السيجنال تو نويز ريشيو مضروبه في السيجنال تو نويز ريشيو نفسها. كل الكلام ده كلام جميل قوي، لكن هي الفكره ان لو انت بقى هتبعت من وان انتنا وتستقبل بتو انتنا، فايه الهدف؟
الهدف هنا زي ما اتفقنا ان حضرتك تستقبل داتا مرتين فتزود الكواليتي بتاعة المكالمة، يعني سي بتاعتك هتبقى عبارة عن عدد الريسورسز في الباندويتس في الافيشنسي بتاعت الباندويتس في لوج للأساس 2 واحد زائد efficiency signal to noise ratio مضروبة في signal to noise ratio. طيب فين الجديد؟ الجديد ان حضرتك دلوقتي استقبلت الداتا مرتين فكأن حضرتك ضربت signal to noise ratio في 2، لان زي ما اتفقنا ان في تقنية للاستقبال اسمها الراك ريسيفر بيحل مشكلة الفيس شيفت بين التو باسز ويبدأ يجمعهم على بعض. حسنت signal to noise ratio لكن ما كانش الهدف ان انت تحسن الداتا ريت ولا حاجه، لان التاثير جوه اللوج بيبقى ضعيف زي ما اتفقنا، يبقى ده الهدف منه زياده الكواليتي. طب المايسو او الام اي اس او او 2 في 1 ده عباره عن ان حضرتك المره دي، انا بنقل نفس المعادله، ان حضرتك المره دي كل اللي عملته انك بعت من 2 انتنز وبعدين استقبلت بانتنا واحده. طيب عملت ايه كده؟ بعت من 2 انتنا واستقبلت بانتنا واحده. اول حاجه بعت من 2 انتنا يبقى حضرتك قسمت الباور بتاعتك على 2، هي السيجنال تو نويز ريشيو جواها معادله بي ار، فلو بي تي اتقسمت على 2 بي ار كمان هتتقسم على 2، هي معادله الباس لوس كده. وبالتالي على 2 ده لانك قسمت الباور بتاعه بطاريه الترانسميتر على 2 انتن. الحاجه الثانيه حضرتك استقبلت دلوقتي الاشاره دي مرتين، يبقى حضرتك دلوقتي المفروض تكون هنا ضربت في 2، فهو دلوقتي كل اللي حصل فعليا ان انت ما عملتش حاجه برضه. يعني حضرتك 2 في 1 ده هو حاجة يعني بعت مرتين من 2 انتنة غير بعض بس شفتها في الريسيفر مرة واحدة، ما فيش حاجة او تحسين معين ممكن يكون حصل. الـ MIMO اللي هو 2 في 2 ده عمل ايه؟ الـ 2 في 2 ببساطة هو بعت من 2 انتنة واستقبل بـ 2 انتنة، فاللي حصل ان هو مش بعت نفس الداتا، لا هو بعت داتا من هنا لهنا وبعت داتا من هنا لهنا، سبيس دايفرستي او اي طريقه فصل بيها الانتنات عن بعض، وهفترض ان الانترفيرنس بينهم بصفر، فيبقى انت بعت ضعف الداتا، بدل ما كنت بتبعت 1 بت ب 1 بت بقيت بتبعت 2 بتس ب 2 بتس. يعني سي بتاعتك بقت مضروبه في 2 لانك بتبعت ضعف الداتا ريت، يبقى هنا برضو ار بي في اوميجا في افشنسي الباندويتس. بس الحقيقه بقى في حاجه، كل ده تمام بس هتلاقي نفسك هنا قسمت على 2 علشان نفس فكرة انك بتبعت من 2 انتنة، صحيح الداتا هنا غير هنا لكن انت اوريدي قسمت باور البطارية على 2 انتنة، لان تشغيل 2 انتنة ما بيبقاش بباور زيادة، يبقى هنا اتضربت في نص وهنا في 2، تأثير 2 طبعا اعلى بكتير، لكن اوعى تستخدم النوع ده للسيجنال تو نويز ريشيو الضعيفة. طب 2 في 4 عمل ايه؟ قالك والله خلينا نبعت ب 2 ونستقبل باربعة. استفدنا ايه؟ ان دي بتبعت لدول ودي بتبعت لدول، بتبعت 2 بت ب2 بت، خدت استخدام او خدت الفايده بتاعه ال 2 في 2، لكن كمان خدت فايده ثانيه اللي هو بتاعه الواحد، اسف الواحد في 2، الواحد في 2. يعني فكره ان كل واحده بعتت مرتين فظهر ضعف السيجنال تو نويز ريشيو كواليتي عاليه، وفي نفس الوقت انت بعت ضعف الداتا. هي الفكرة ان اصلا المعادلة لو جيت تكتبها وفرضت انك باعت من 2 انتنة هتقول 2 ار بي اوميجا افشنسي الباندويتس مضروبة في لوج للاساس 2 واحد زائد افشنسي السيجنال تو نويز ريشيو مضروبة في نص السيجنال تو نويز ريشيو. لكن لما بدأت بقى تستقبل من كل واحدة ب2 يبقى هتضرب هنا في 2، ده هيروح مع ده. استفدت ان انت زودت السرعه بدون التاثير على الكواليتي بتاعه السيجنال تو نويز ريشيو، ولذلك ده بقى نوع جميل قوي انك تستخدمه لليوزرز على حق يعني ايا كان بعدهم او قربهم من البيز ستيشن، وده حل مؤقت. الحاجه الثانيه ال 4 في 4 دي تقدر تقول ان انت ضربت في 4 بس الحقيقه حضرتك عملت حاجه، ان انت قلت ان رج للاساس 2 1 زائد افشنسي سيجنال تو نويز ريشيو في ربع السيجنال تو نويز ريشيو. أكيد ده هيدي سرعة أعلى بكتير من 2 في 4 لأن هنا ضرب في 2 هنا في 4، وزي ما قلنا ده مش مؤثر، لكن ال 2 في 4 بس كان ناجح في فكرة إنه يشتغل على السيل إيدج يوزر زيه زي السيل سنتر يوزر، لكن إحنا ممكن نشتغل بال 4 في 4 مع ال 2 في 4 مع آسف مع ال 2 في 2 مع ال 2 في 1 مع ال 1 في 2 مع ال 1 في 1 بفكرة تانية اتكلمنا عنها في نهاية المحاضرة اسمها الأدابتيف مايمو. يعني حضرتك لو السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك ضعيفة اشتغل بموديليشن أوردر ضعيف، واشتغل في نفس الوقت برضو ب
واشتغل بنفس الوقت برضه بماي مو ضعيف. وكل ما السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك تزيد، زود السيجنال، زود الموديليشن اوردر، ومعاه زود برضه الماي. طيب كده تقريبا احنا عملنا ريفيجن على اللي احنا وصلنا له في المحاضره اللي فاتت. الفكره بقى ان احنا عندنا مشكلتين. اول مشكله انك قعدت تزود في السرعه لكن فقط لليوزر اللي الداتا ريت بتاعته عاليه، اسف، لليوزر اللي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته عاليه. طيب ازاي بقى رقم واحد تحسن السيجنال تو نويز ريشيو لليوزر اللي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته ضعيفه؟ يعني ازاي نحول السيل ايدج يوزر لسيل سنتر يوزر؟ فالحل ده لو عرفنا نوصل له هيخلي كل التقنيات السابقه معاها الحل ده خلت السيستم ايديال او يعني شبه ايديال. ايه بقى الحل ده؟ قال لك والله تعالى نتكلم عن حاجه اسمها المالتي هوب نتورك. ايه يا جماعه موضوع المالتي هوب نتورك ده؟ قال لك المالتي هوب نتورك هو يوزنج حاجه اسمها ريلي ستيشن، او اللي بيقولوا عليها محطه تقويه. بس هو الحقيقه ان لحد الجيل الرابع كلمه محطه تقويه ده لفظ خاطئ، احنا هي اسمها ترانسيفر ستيشن او بيس ترانسيفر ستيشن، اللي هي محطه بترسل وبتستقبل مش تقويه ولا حاجه. انما كلمه محطه تقويه دي ظهرت من اول الفور جي باسم ريلي ستيشن. والريلي ستيشن دي ما هي الا ان حضرتك دلوقتي عندك بيز ستيشن موجوده عاديه خالص، وفي هنا سيل سنتر يوزر، وفي هنا سيل ايدج يوزر مجازا زي ما قلنا، لان ممكن يكون سيل ايدج هو نتيجه للشادوينج. كل اللي هيحصل ان انا هحط بيز ستيشن صغيره هسميها ريلي ستيشن، كوست بتاعتها قليله قوي وبتعمل وكانها موبايل، يعني بتستقبل الباور من البيز ستيشن وتعيد ارسالها لليوزرز البعيد، انما اليوزر القريب لا هتجيله دايركت الاشاره مفيش مشكله. طب السؤال المهم رقم واحد، الحركه دي كده فادتني في ايه؟ هو زود الباور وشال النويز وظبط السيجنال تو نويز ريشيو وبعتها تاني، فاليوزر ده شايف نفسه وكانه قريب من البرج دلوقتي، يبقى السيجنال تو نويز ريشيو بتاعته عاليه، يبقى احنا حلينا مشكله السيجنال تو نويز ريشيو. بس احنا عندنا حاجتين، اول حاجه ما تاثير انك تبعت الداتا على مرتين؟ يعني انت هتبعت من هنا لهنا ومن هنا لهنا فهتاخد ضعف الوقت، فاذا كنت هتزود السرعه نتيجه لزياده السيجنال تو نويز ريشيو لكن هتبعتها في ضعف الوقت، طب ما ضعف الوقت معناه نص السرعه، هل الزياده تفوق كلمه نص السرعه ولا لا؟ الحاجه الثانيه، اليوزر ده اللي واقف هنا يقرر منين اذا كان هو سيل ايدج ولا سيل سنتر؟ يعني يبعت للبيز ستيشن وهي تبعت للبرج، ولا يبعت للبرج دايركت؟ يبقى السؤال رقم واحد، اي يوزر يعرف منين هو سيل ايدج يوزر ولا سيل سنتر يوزر؟ ده سؤال مهم علشان من خلاله يحدد هيمشي كده ولا هيمشي على طول دايركت. رقم اتنين، هو الريلي ستيشن بتاعتي دي، الريلي ستيشن دي هل هي هتكون مفيده في حاله ان السي بتاعتي او السرعه تقريبا قلت للنص؟ يعني خلينا نقول ما تاثير الريلي ستيشن على السرعه، لاني اتوقع ان السيجنال تو نويز ريشيو عاليه وبالتالي سي عاليه، لكن اتوقع ان الزمن بتاع الارسال بقى بضعف وبالتالي سي قلت. توتالي بقى ايه اللي حصل؟ دول كده السؤالين اللي لو جاوبنا عليهم هنقدر نعرف الريلي ستيشن مفيده ولا لا، او هي اكيد مفيده لكن رياضيا بقى هيبان لنا الحكايه دي. يبقى احنا عرفنا الاول فكره الريلي ستيشن ويعني ايه ريلي ستيشن وهنستخدمها ازاي. عشان بس اوضح لحضراتكم حاجه صغيره، هو الريلي ستيشن ده انواع، يعني في ريلي ستيشن بتتحط عشان تزود بس في الكواليتي، وفي ريلي ستيشن بتتحط علشان تبعت لمسافه اطول فتزود الكفرج اريا بتاعه السيل. انا دلوقتي بتكلم على اللي بتزود الكواليتي، هي دي اللي بتهمني، ودي هاف دوبلكس بيز ستيشن او هاف دوبلكس ريلي ستيشن. الباور بتاعه البرج ده، لو فرضنا ان البرج ده بيبعت باور ترانسميتد تساوي 26 دي بي ام مثلا، يبقى هي بتبعت للموبايل 26 دي بي ام. لو الموبايل بيبعت للبرج باور 23 دي بي ام، يبقى هي بتبعت للبرج باور 23 دي بي ام. يعني هي بالنسبه للبرج بتعمل وكانها موبايل، وبالنسبه للموبايل بتعمل وكانها برج، لكن هي ما فيهاش اي اجهزه من اجهزه الابراج، ما فيهاش انكودنج ديكودنج، ما فيهاش اي تحكم من اي نوع في الفريكوانسي ديستريبيوشن، في الكام ريسورس، مش عارف ايه، هي مجرد حاجه بتاخد الاشاره وتبدا تنقيها وتزود الباور بتاعتها وتشيل منها النويز وتبعتها. وطبعا المحاضرة واضح فيها
كلمتين نظري عن انواع البي ستيشن، انواع الريلي ستيشن. في منها اللي هو امبليفاي اند فورورد، مجرد بتاخد الاشاره تكبرها وتبعتها، بس بتكبرها بالنويز بكل حاجه، فطبعا يعني تاثيرها ضعيف شويه. الافضل منها اللي هي ديكود اند فورورد، لان هو بيبدا او دي موديليت اند فورورد كمان. دي ريسيفرز او ريلي ستيشنز بتاخد الاشاره تظبطها وتشيل منها النويز وهكذا، وبعدين تبدا تكبرها وتعيد ارسالها. يبقى هو شال النويز وبعد كده بدا يكبر السيجنال باور، فسمعت ان السيجنال تو نويز ريشيو عاليه، وهو ده المطلوب. مش هطول عليكم علشان وقت الفيديو، لكن هنعتبر ان دي ليكتشر 11. وقفنا عند تعريف الريلي ستيشن وانواعه، ووقفنا عند فكره ان في عندي يوزرز، واليوزرز دول انا محتاج اعرف هما سيل ايدج ولا سيل سنتر، والريلي ستيشن بيشتغل ازاي. يعني محتاج ابدا على طول في الليكتشر الجايه اتكلم على اللي هي ليكتشر 12، اللي هي تاني محاضره في الاسبوع السادس، ابدا اتكلم على هو الريلي ستيشن ده هيغير في معادله السي ازاي، ما تاثيرها عليه، وهل التاثير ده وحش ولا حلو، ولو وحش ازاي نحسنه، عشان توتالي نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، ان الريلي ستيشن بيحسن السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت السيل ايدج يوزر، وبالتالي بحوله لسيل سنتر يوزر، وبالتالي السيستم استفاد من الداتا ريت العاليه لكل الناس تقريبا. شكرا، واشوفكم او ان شاء الله نتقابل المحاضره الجايه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني يكونوا اسبوعين فقط والدنيا تستقر في البلاد، ويعني الامور تبقى احسن، ونتقابل تاني مره تانيه ان شاء الله. شكرا.